السلام عليكم خاوتي وحبابي وناسي، جينا لوحد الكراج شباب ما شاء الله، صلوا على رسول الله. حاجة الأولانية شحنت الطوموبيلات، الله يبارك. عنده عجب تاع الطوموبيلات، وشنو الأسعار؟ مازال ما هذا وين حبسنا، حتى عنده كاميو كيما هذي المرسيدس. شحال دايرها؟ 2010 222,000، مرسيدس بنز او 350، 192 بي اس، اوتوماتيك 5 بلايص، 9899. حاب يقول 200 مليون، 230 مليون جزائرية. كاينين عنده خاوتي طوموبيلات بزاف اللي ما فيهمش حتى هذو اللي شبه كارافان. هذو باش نشوفو دوكا، نشوفو واحد الطوموبيلات ونعاودكم لكم الصور. صلوا على رسول الله. عدنا العبد احمد وخاوتي، المهم سقسيتو خاوتي وحبابي باش ما كنت عارفوا ان صدق المصداقيه، ما نعرفش نكذب. الاكثريه تاع الطوموبيلات هنا خاوتي اكسبورت، معناتها يروحوا لافريقيا، معناتها يخرجوا من المانيا ما يقعدوش هنا. طوموبيلات زينين زعما، الواحد ما يكذبش. كيما هذا وينقي فيها، شوف هاي نقيه ديجا، الله يبارك ما شاء الله. هذا ش الله يبارك، اول مره نجي عنده خاوتي. موف نعقب منه، وكي نعقب منه موف دائما نكون عيان. كي نكون عيان خاوتي ما يكونش عندي الخاطر باش ميم با نحبس نصور. المهم هذا هاي شركه كبيره يا ولد عمي. المهم عرفت داير الاسعار طوموبيل كيما هذه مضروبه، هاو كان يعطي لنا هذا الكارافان. المهم خاوتي قلت لك واش تصور واش تخلي. المهم برك باش تعرفوا واش عنده، نكتب لكم ان شاء الله الادريس من تحتها في صندوق الوصف اذا حب ربي. اذا تفكرت راسي راه مثقوب كاع. والله انا جيت لواحد الطوموبيل، واحد كان انتيريسا لي بنو هنا يرفد يلقى لي. قلت لكم خاوتي المرسيدس كاع هذو كاع ما يقعدوش في المانيا، هذو كاع يخرجوا منا. المهم خاوتي برك باش نقول لكم حاجه، واحد وصاني وحبيت نجي نشوف له طوموبيل. ايا الطوموبيل هذه قال لي تاكل. قلت له بصح ما راكوش دايرينها اكسبورت. قال لي بصح، قال لي تاكل بزاف الزيت. قال لي على بيها انا حابين نبعثوها تروح تحوس في افريقيا. المهم خاوتي اللهم صل وسلم عليك يا رسول. شوف الاسيس هذه، شوف شحال شابه اللي قدامها ثاني. دوسونسيس واش تشوف واش تخلي. المهم خاوتي هذا تقريبا هذو كاع يروحوا اكسبورت. المهم خاوتي جينا، المهم لقينا كراج شباب، يمكن كاين ناس يستنفعوا بتاع اكسبورت. المهم تهلاو في روحتكم، نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، ونتلاقاو ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في ساعه زينه ان شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. طوموبيلات قلت لكم كاين اشكال والوان وانواع، الله يبارك ما شاء الله. كاين اللي ما فيهمش تقريبا كاع، ما فيهمش الاسعار، معناتها تجي تحب تشري طوموبيل لازم تروح عنده هو يعطيك السعر. المهم تهلا في روحتكم، حبكم في الله، صلى الله رسول الله. اسمحونا الله غالب، ما كاش لافير غير اللي يروح اكسبور. تهلا في روحتكم، ضرب الله قدام خوكم، تلاقوا في ساعه زينه ان شاء الله. سلام.